عصاب ردا على اغتيال المتظاهر إيهاب الوزني. طار التصعيد راجعيكم الأحزاب وعلى زلم التصعيد راجعيكم. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا برنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل حلقة من حلقات البرنامج. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة عندكم، الرقمين أذني تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من زاخو إلى الفاوب أي دقيقة من دقائق البرنامج. عندكم أيضا الرقمين اللي تشوفها حاليا أمامكم ذني، تقدرون تتصلون على واحد من ذني رقمين من خارج العراق، فعندكم أربع أرقام للاتصال من الداخل ومن الخارج. أما ما يخص هذا الرقم، هذا الرقم مخصص لبرنامج الواتساب فقط، برنامج الواتساب غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل أي مكالمة ولا رسالة صوتية أو فيديو على هذا الرقم. فأتمنى أن تكون الرسالة مكتوبة، تكتبوا لي شنو تريدون نقرأ بالدقائق الأخيرة. أتمنى أيضا أن تكون الرسالة مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. العراق، كل الوطن العربي شايف اللي دا يصير بالعراق، وإحنا كعراقيين وأنتم كعراقيين يا مشاهدين الأعزاء دا تشوفون وضع العراق اليوم. أكو حرق لمقار حزبية، أكو تظاهرات، أكو اغتيالات. رجعت بهاي الأيام سمة اغتيالات الناشطين واعتقال الناشطين بكثرة، هي ما انتهت بس في فترة من الفترات خمدت شوية خفت. السؤال اللي أريد نجاوب عليه أو اللي أريد جواب إليه، ليش صار قمع المتظاهرين وقتل الناشطين سمة إلى أي حكومة تجي لحكم العراق؟ ليش الناشط المدني يخوف إلى هاي الدرجة؟ إبراهيم الوزني رحمة الله عليه، بس شنو اللي شكل إبراهيم الوزني من خطر بحيث يجب اغتياله هو وأي ناشط ثاني؟ أي ناشط مدني اغتيل بالعراق من بداية التظاهرات إلى اليوم، شنو اللي قال هذا الناشط، أو شنو اللي سببه هذا الناشط، أو شنو ثقله بحيث أنه يشكل خطر على وجود الكتل السياسية والأحزاب والميليشيات والكتل السياسية والمقر الأمنية والحشد الشعبي و و و و و وكل ما يملكون من سلطة، يملكون وزارات ويملكون أحزاب ويملكون مقار ويملكون ميليشيات مسلحة ويملكون كتل سياسية بالبرلمان ويملكون الحكم ويملكون كل شيء. ناشط طلع وقال أريد وطن، شنو اللي شكله هذا الناشط بحيث أنه هاي الكتلة السياسية اللي تملك كل شيء وسرقت كل شيء ودمرت كل شيء وهدمت هذا البلد، وجدت أنه هذا الناشط لازم يقتل. أنت الناشط لما دا يطلع ويقول أنا أريد وطن، الناشط المدني اللي دا يطلع ويقول أنا أريد خدمات، الناشط المدني الآخر اللي دا يطلع ويقول أنا أريد توظيف، ناشط آخر يطلع ويقول أنا أريد رواتب، ناشط آخر يطلع ويقول أنا أريد إخراج الأبرياء من السجون، ناشط آخر يطلع ويقول أنا أريد أن نعيش حياة كريمة، ناشط آخر أو مجموعة ناشطين أو كل الناشطين أجمعوا أنه كلا للتدخلات الخارجية، كلا إيران وكلا أمريكا، شنو اللي شكله من خطر؟ بالمقابل تحدث فواجع عندنا بالعراق، مو فاجعة واحدة، آخرها فاجعة مستشفى ابن خطيب، لكن عندنا فواجع بالعراق لليوم ماكو شيء صار بحيث أنه تقلل الخطر اللي موجود نتيجة هاي الفواجع. ملوحة المياه اللي دا تصعد وتطفو على السطح في البصرة ما إلها أي حل. جفاف المياه بالعراق نتيجة بناء إيران إلى سدود وقطع الأنهر على العراق وقطع الموارد المائية عن العراق ما إلها أي حل. الاعتداء على الحدود اللي دا يصير ما إلها أي حل. أنهر المجاري اللي مالي البلد ما إلها أي حل. عبارة الموصل اللي راحوا من عندها عشرات اللي راحوا نتيجتها عشرات الأطفال لليوم ما وجدنا لها أي حل. مجازر كثيرة صارت بالعراق وما لقانا ما لقولنا لها حل.
اعتقال أبرياء، مخبر سري، سرقات، أتاوات، قتل، موجودة بلاوي عندنا بالعراق. لكن الكتل السياسية مدة تفكر تقول لك لا، هذا الناشط المدني لازم نقتله، هذا الناشط المدني لازم نسكته، هاي الثورة لازم ننهيها، هاي التظاهرات لازم ما تعيش. ذولا اللي طالعين هنا ذولا ما لهم حقوق، مو أنا، هم هيك يفكرون، يفكرون إن ذولا اللي طالعين ما لهم أي حقوق. شنو طالعين لي بالشارع يقولون نريد وطن؟ عندهم عندهم العراق مو عايشين بيه؟ هسه يطلع لهم حماه حمودي يقول لهم انتوا ليش زعلانين؟ انتوا عندكم ديمقراطيه ما موجوده باي بلد، منو بيكم او منو بدول العالم يقدر يسال اي برلماني او سياسي ايش قد راتبك؟ انتوا تقدرون تسالونه ايش قد راتبك. بس اخ همام، هم سالوك ايش قد راتبك؟ يسالوك ايش قد ملكت ورا ما صرت نائب بالبرلمان؟ يقدرون يسالوك شنو كميه الصفقات اللي انت مسويها بالسر؟ يقدرون يسألوك عن الفساد اللي موجود في البرلمان وشنو حققتوا له؟ يقدر يطلع واحد ويقول لك لا أنا ما أريد إيران تتدخل بي إذا ما تنهو؟ عندنا اتصال، انقطع الاتصال ويانا. متظاهرين محافظة كربلاء أكدوا أن هم متعرضين لقمع بنادق صيد وقنابل دخانية خلال تظاهرة ليلية انطلقت وسط محافظة كربلاء. مقاطع المصورة عرضت المتظاهرين اللي يتعرضون إلى قمع، وأصيب على أثر هذا القمع عدد من المتظاهرين أثناء مسيرة نظمها عدد من الناشطين تنديدا باغتيال الناشط إيهاب الوزني. وطالب المتظاهرين بالكشف عن قتلة المتظاهرين وحماية الناشطين من رصاص الاغتيالات، فيما بينت المشاهد تعرض المسيرة الاحتجاجية إلى قمع من قبل القوات الأمنية ومكافحة الشغب بواسطة بنادق الصيد والقنابل الدخانية. أبو شيماء من بغداد، حياك الله أبو شيماء. السلام عليكم أخوي. أبو شيماء، أبو شيماء تسمعني؟ الو تسمعني يا ابو شيماء؟ سمعك حبيبي. حياك الله اخوي العزيز، تعال هواء مباشره، تفضل. هني بالانتصارات الشعب الفلسطيني البطل، دول الابطال اخواننا الفلسطينيين، المفروض كل قنوات فضائيه تأيد ثورتهم الابطال دول الشرفاء دول البيضاء وش العرب. نعم. وبالنسبه للمظاهرات استاذ رفل يرحم والديك، يعني امريكا شنو دخلها؟ قالت احنا ضد الاغتيالات، امريكا اول ثالث تحكم الاغتيالات، امريكا تجاوز على الاغتيالات امريكا والسفير البريطاني، شو العلاقه بتدخلها بالعراق؟ نعم. اقول بس اقول شنو دخلهم يعني شنو يعني شنو يعني هو شو العلاقه بالحوادث اللي تصير بينها بالعراق؟ يعني هم شنو مكفيين على العراق؟ هم مسؤولين على العراق؟ العراق اكو اهله واكو من دافع عنه وتمام استاذ رفل ولا؟ طيب الو وياك. فالمفروض ان هم امريكا ما تتدخل، يعني هاي دور علامه استفهام صارت، يعني امريكا شو لها علاقه بالمظاهرات؟ ما احتجت على دول اليوميه يستشهدون كوما بالعراق، يعني بس على هذا احتجت امريكا هسه صارت شريفه على العراق، حتى امريكا جابها علينا، هي كل البلاء من امريكا، هي دمار العراق كله من امريكا، هذا من وراء الاحتلال هي وطلايفها كلها دمرت العراق وراحت. نعم. المفروض انه احنا ضد امريكا، هسه المفروض تطلع مظاهرات كلها ضد امريكا، امريكا هي دمار البلد وخراب البلد ودمرت الامه، لا اله الا الله هي امريكا. بس ابو شيماء يعني اتصور التظاهرات ما مقصره، هي تقول كلا ايران وكلا امريكا. ايران ما هي استغرقت، ايران ما لها علاقه، هي امريكا البلاء، ايران احتلت العراق، لو امريكا هي امريكا اللي جابت البلاء. لحظه ابو شيماء، ايران شلون ما لها علاقه؟ والله ما لها علاقه استاذ رحل، والله العظيم شلون لها؟ ايران ما لها علاقه استاذ العزيز، هي امريكا المحتله العراق. زين مو القيادات الايرانيه تقول امريكا لم تستطع احتلال العراق لولا ايران؟ هاي اي دولة مصالح، هاي غازل الدول، لان صدام دمر الامة لا اله، احتل الكويت دمر الامة لا اله الا الله. زين ايران ما مسيطرة على العراق؟ لا ما مسيطرة والله، السفير الايراني ما يتحكم بالعراق؟
ما يتحكم بالعراق. استاذ رفل ايران ساعدت العراق من دمر من جو دواعش، ساعدت ايران الزاني والداني يعرفها. يوم ايران كان احنا في الدواعش جهاد النكاح ببغداد، الله وكيلك والله. يعني هسه ايران حمت العراق. ابو شيماء انقطع الاتصال ويا ابو شيماء، بس ابو شيماء يعني وحده وحده حتى تكون بالصوره، لانه كنت اتمنى ان نكمل النقاش بهذا الموضوع. انت تقول ارج مسجدي ما له علاقه والسفير الايراني ما يتحكم بالعراق، لكن الوقائع تشير الى انه ايران هي المتحكمه بالعراق، ولولا ايران ما يصير اي رئيس وزراء وما يصير اي حكم بالعراق وما تصير اي حكومه بالعراق لولا موافقه ايران. حتى رئاسه مجلس النواب اللي حسب المحاصصه وجواها الف خط، احنا ضد المحاصصه، لكن حسب المحاصصه رئاسه مجلس النواب اللي نطوها للسنه ما يصير رئيس مجلس النواب اذا مو ايران توافق عليه. فانت تجيني تقول لي ايران ما لها علاقه، مستحيل. الميليشيات المسلحه اللي موجوده بالعراق اليوم منو بده يمولها؟ ايران. الاموال اللي قاعده تعطى بكثره الى الميليشيات المسلحه من وين؟ من ايران. قاسم سليماني وجماعة قاسم سليماني اللي كانوا يفترون بالعراق ويأمرون وينهون، دولة من وين؟ قوات بدر وغيرها وغيرها اللي قاتلت ويا إيران بحرب الثمان سنوات وجو للعراق يحكموا بأي ظرف. فيا أخي لما تقول لي أنا ما أقول لك أمريكا ما لها دور، لا، أمريكا من احتلت العراق هي سبب بلاء العراق وسبب مصايب العراق وسبب اللي وصل العراق اللي احنا نشوفه اليوم، لكن إيران دورها أكبر في تدمير العراق لأنها سيطرت على كل شيء. سعد من الكويت ويانا، حياك الله. حياك الله ودون يا أستاذي النشمي يا أستاذي الكريم. أولا تعازينا للشهيد العراقي من يومين، الشهيد العراقي من إبراهيم الوزني، تعازينا لأهالي هذا الشهيد العراقي. أيضا أستاذي بالنسبة لشهداء القدس تعازينا لأهل الشهداء يا أستاذي. وأيضا يا أستاذي جريمة النكراء، هذه الأعمال القتل والعنف والتهجير يا أستاذي، أيضا عمل غير صالح، جريمة النكراء، كذلك حرق البساتين وتهجير الأوادم وتهجير السكان يا أستاذي. ونتمنى إعادة النازحين لأوطانهم، ونتساءل بإنسانية واحترام وتقدير للجامعة العربية وسكرتير الأمم المتحدة والمفوضين الدوليين والمراقبين الدوليين وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يا أستاذي بالنسبة للقدس، بالنسبة للعراق وغيره من الدول الأخرى. كذلك أيضا التهجير يا أستاذي يجب إعادتهم إلى أوطانهم. وتحياتي لكل البرنامج وللقناة. حياك حياك أخ سعد. علاء من النجف، حياك الله يا علاء. علاء يبدو أنه اتصال يا الأخ علاء انقطع. أبو شيماء أنت تقول لي أنه إيران ما لها علاقة في العراق، لكن إيران وسياسيين إيران لما صارت قضية الحوثي في اليمن خرجوا وقالوا نفتخر باحتلال أربع عواصم عربية وهي بغداد، دمشق، بيروت، صنعاء. إذن هم بأنفسهم يعترفون أنهم يحتلون بلدنا مو بس سيطرون على هذا البلد. وكل العالم كل العالم متأكدة أنه أكو تغول إيراني بالعراق. أبو كرار من النجف، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي. يعني شلونك حبيبي؟ هلا بيك. علينا وعليك الله أكرم. تفضل يا غالي. الله يسلمك عيني حبيبي. بالنسبة للوضع الحالي بالعراق، يعني احنا الله ابتلانا بهذا الجار الخبيث، الجار اللي هو سبب مشاكل العراق. زين، نعم. هذا
يعني التفجيرات من عندهم، القاعدة من عندهم، الدواعش هم من عندهم. شوف أكو قصيدة كانت عندنا بالنجيب بالعزيات، يقول هي الطلابة والمصيبة من ثلاثة. نعم. أمريكا بالدولار، وفرنسا أم العار، وإيران ثالثهم رب الخبائث. خبثاء ملاعين الله يلعنهم إن شاء الله. كوم أحجار ولا هجار هذا. بس أبو كرار يعني أبو شيماء في بداية حلقة يقول إيران ما لها علاقة، هي بس أمريكا اللي هي سبب بلاء. هذا جبان. أما قاموا يجيروها التحرير مال المناطق اللي حررها الجيش العراقي البطل وكافة صنوفه يجيروها لإيران، أيوه في الملحة اللي كفوهم كف. إحنا يا حبيبي بالنسبة إن يردنا ثورة عارمة، ثورة بحيث قمع كل ذول الميليشيات وغير الميليشيات، وهاي الأحزاب الفاسدة اللي إجت هيمنت على البلد وهيمنت على هالشعب المسكين، ولكن إن شاء الله لهم بالمرصاد. الشعب يصحى وإن شاء الله بي رجال العراق ولاد رجال، فما ممكن دول الخونة والعملاء أمثال هذا أبو شيماء القدر. لا 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 أبو أخونا أبو كرار يعني هو عنده رأي وقاله، بس ما نسمع أنه شخص يتجاوز على أي شخص آخر في الحلقة. شكرا جزيلا لك أبو زينب من النجف، حياك الله. أحمد من جرف الصخر، أبو زينب انقطع الاتصال ويا أحمد، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. رمضان كريم أستاذ علي. علينا وعليك، الله أكرم أخويا. أستاذ نظرتنا حيل صعب. نعم. نازحين من جرف الصخر، لا أكو اتجاه من حكومة ترجع لنا، لا أكو يعني تاركيننا عنها، وهاي صارت 7 سنوات كل فايدة ماكو. نعم. يعني إحنا خلصنا دراسات وخلصنا تعيينات ماكو. مهجرين يعني متبهذلين، حالتنا حالة يعني حيل مزينة. مهجرين من جرف الصخر إلى سليمانية، والوضع حيل يعني وضعنا تعبان. نعم. زين أنت من جرف الصخر حاليا مهجر عنه، من تريد ترجع شو يقولوا لك؟ ماكو رجعة، من احتلتها ميليشيات إيرانية. جرف الصخر كل السكان طالع من عندها. من تراجعون عليها انه تردون ترجعون شنو الجواب؟ ماكو استاذي، يعني هو رئيس وزراء ما يقدر يطب جرف الصخر، انا اروح اطب جرف الصخر؟ نعم. يعني ماكو التفات من الحكومه تشوف لنا حل، تشوف لنا يعني ماكو، كل فايده ماكو. نعم. يعني هسه احنا قاعدين وساكتين، لا شغل لا يعني ظرفنا حيل صعب ظرفنا. نعم. لا منظمات تجي علينا، لا أي منظمة تجي على المخيمات تجي على ماكو، يعني ظرف حيل صعب أستاذ، يعني ما أعرف شو أقول لكم. نعم. أريد نشكرك على هالبرنامج، برنامج كلش حلو ويعني جاي توصل العالم، بس اريدك تحكي لنا على قضيه جرف الصخر. ان شاء الله. شكرا لك اخ احمد. ابو زينب من النجف رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا ابو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانتم بخير وانت بالف خير ان شاء الله وكل محبيك. مو العام المقبل ان شاء الله، هذا العيد، هاي الاحزاب والحكومات القذره من 2003 الان كلها مشلوعه. أنا أحكي وياك هسه، طلع ذاك اليوم هذا الحيوان ما يسمى بوزير الكهرباء يقول بشارة للشعب العراقي هذا الصيف راح يكون ساعات القطع مو أكثر من ساعتين إلى 3 ساعات وأقصى شيء 4 ساعات خلال 24 ساعة. وطلع الحيوان الناطق الرسمي أو الإعلامي مال الوزارة اللي كان حمال بالشورجة مدري وين، شهادته 5 ابتدائي، ها؟
وأنا أقول وأنا كذا وأعلن وأبشر الشعب العراقي، كان قطعنا ساعتين بساعتين، هسه أنا أحكيلك لحد الآن صار 6 ساعات مقطوعة الكهرباء الوطنية. نعم. لحد وين تصريحات وزير الكهرباء والناطق الرسمي والإعلامي مالته؟ الآن أخذوا ذول اللي قاموا يترشحون الأحزاب الجديدة من انتفاضة تشرين، بدأوا بالاغتيالات، قاموا يقتلون بالروس، ذاك اليوم واحد بدياله، البارحة أول البارحة بكربلة، قبلها بالناصرية، مدري قبل كم يوم بالديوانية، وهالشكل غير المغيبين غير المعتقلين. هسه أنا أحكيها كان النجف ملتهبة، تعرف شنو ملتهبة؟ إطارات مشتعلة ومسيطرين ساعة الصدرين وراح تعادل هذا، فعلى الشعب العراقي أن يثور. هاي ما تفيد لا انتخابات، لا محضرين صناديق لا اقتراع، الصناديق المزيفة محضريها. نعم. وما طول إيران ورانا ميطن غطانة وطاح حظ الشعب العراقي. شكرا شكرا لك أبو زينب، بس أدنى فاصل قصير نشوفه ونرجع لكم. مقر العصايب ثوار الديوانية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. قبل ما ندخل الفاصل كنت اتخيل انه ابو زينب تكلم شيء عن الشعب العراقي، لكن يبدو انه يعني الصحيح انه مو اللي انا فكرت به، هو يقصد انه السياسيين خلال صناديق الاقتراع اللي هم محضريها او صناديق المزيفه انه هم راح يرجعون مره ثانيه، وفي نظرهم يقولون هكذا عن الشعب العراقي، مو هو يقولها. شكرا ابو زينب لمداخلتك. ابو محمد من الديجيل، حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك عيني؟ الحمد لله بخير. الله يخليك. احنا فلح بالديجيل، خارج الديجيل، بيتنا بالديجيل واحنا خارج الديجيل. نعم. وهسه انطونا حظر. أيه. وكل واحد حاط له 20 مليون 25 مليون، هاي بس على الفلاحه. نعم. وهذا الزرع اذا يعني ما طلعنا عليه سقيناه يموت. زين شلون احنا بهاي الحاله؟ نعم. ولا مستفادين من حكومة ولا مستفادين من شيء ولا رجعنا على بيوتنا ولا، مجرد فالحين عند العالم فلاحة. نعم. زين واحنا بنص الحكومة بنص الدجيل ولا. نعم. مطلوبين ولا شيء، وقعنا تبعد من عندنا مسافة 3 كيلوات 4 كيلوات ما نقدر نروح. نعم. زين شلون شو تقول بهاي الحالة؟ وبلغونا هسه ممنوع تجول، ممنوع تطلعون، ممنوع ترى اللي يطلع كيفه بعد. نعم. 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 شكرا شكرا لك ابو محمد. ابو محمد مظلوميته انه هو احد مزارعي العراق واحد فلاحين العراق، يقول اكل يوم بالعراق حظر ونطوهم حظر ومنع تجوال في كافه المناطق، يقول احنا حاطين فلوسنا بالزرع وبمزارعنا حتى نزرع ونفلح، يقول اذا ما قدرنا نراعي زرعنا ونراعي محاصيلنا شلون راح ناخذ المحاصيل، شلون راح نستفاد من عندها، والزرع يعني يقصد انه راح يموت بهاي الحاله هاي. يعني أنا ما أعرف ما تسمي نفسها بحكومة عراقية، خلي تطاوع على الدول العالم وتشوف أنه أكو بعض الأشياء اللي نطت بها استثناءات دول العالم حتى يقدرون يتحركون أثناء الحظر، من ضمنهم أفران المخابز، الأسواق، من ضمنهم المزارعين اللي
اللي يشتغلون بالمحاصيل الزراعية حتى الناس تاكل. فأنت إذا الفلاح تمنعه يروح إلى مزرعته حتى ينطيك المحصول الوطني حتى ما تستورد من الخارج، فأنت شنو قيمة وجودك؟ مظلومية يعني يجب أن الحكومة العراقية تفكر بها وبأسرع وقت، لأنه اللي دا يتكلم بي أبو محمد صحيح. حسين من المحمودية، حياك الله يا حسين. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. شلون الصحة أخوي؟ نحمد الله على كل شيء. أخي حسين إذا أمكن نصيلي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون أفضل. شلونك أخوي؟ هلا بيك أخوي. شلون الصحة؟ نحمد الله على كل شيء. على أخوي هذا من أهل الدجيل. والنعم منك ومن أهل الدجيل. هذا هم حقه. نعم. خوش هذا هم حقه وأنا هم فلاح. نعم. خوش مطالب ماكو. نعم. الزرع ضال. الفلفل 200 دينار، الخيار 200 دينار، البانيه 200 دينار، والفلاح وين يحط له وين يسجل بعد. نعم. دولتنا علينا بوق. وعينك ما تشوف المظاهرة. نعم. اي ما تقول انت بعد وصيط وعلينا قلنا قدروبنا نسدد لنا المحمودية خلاص قلنا نسدده. نعم خلاص قلنا نسدده الحياة وما لك منا طوال كلها نسدده. نعم شكرا شكرا لك أخ حسين. نفس مظلومية أبو محمد الأخ حسين يرفعها إلى المسؤولين. نتمنى أنه أكو واحد يسمع وينفذ لكم مطالبكم أخ حسين وأبو محمد. أبو محمد من الناصرية، حياك الله يا أبو محمد. أخويا إحنا نحكي على البطاقة التموينية بلا زحمة عليك. تفضل أخويا تفضل. البطاقة التموينية. أي. البطاقة التموينية هاي الناصرية من انطوها البطاقة التموينية مال الشهر الثاني. اي طبعا مال الشهر الثاني مال الشهر الثاني اللي خفوا علينا التمن والزيت وغطوا مال الرابع بس تمن بس زيت وشكر. ليش هسه الحصة التموينية صارت مادتين بس؟ لا مادة واحدة انطونا مال الشهر الثاني والشهر الثاني باقوا الحصة التموينية من عندنا ما اعطوها. يعني انطوا وكيل ثلاث مواد وكيل اعطوه بس ماده واحده واخذوا فلوس من عندنا مال ثلاث مواد بس ماده واحده. هي المفروض كم ماده المفروض هسه؟ هي ثلاث مواد التمن والشكر والزيت. اعطوا بس التمن وشالوا الشكر والزيت. وكيل اعطوه ثلاث مواد وكيل ما اعطوه ثلاث مواد وهسه اعطوا الحصه مال الشهر الرابع. نعم هذا وزير التجارة هو ما يضرب هاي المديرية الموجودة عندنا بالناصرية. هذول الحيسان اللي جاي يدخلون بالبطاقة التموينية ويطلعون بالليل للأسواق. ترى ما صار والله ما صار. يطلع رئيس وزراء راح يجيكم الكذا والكذا والكذا وراح نمول العوائل بهيك مواد وهيك مواد. وطلعت هاي مثل واحد مو من قاعد يقول له لك حبلين بالهفت ولك بيش. نعم رحم الله والديك. هذا الكلام يعرفه بس العربي المزارع في مال. شكرا شكرا لك ابو محمد. ابو خطاب من ابو غريب، حياك الله. المكان هلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام. عليكم السلام والرحمه والكرام اخويا. شلونك اخويا؟ هلا بك غاتي تفضل. الله والله احنا نتمنى من الشعب العراقي ان شوي ينتبهون على انفسهم بالمظاهرات وهاي الامراض هاي اللي تصير، لان ما حد ينتبه عليهم ولا الحكومه لهم. يعني ديت مره ما عنده فلوس ما حد يصرف عليه. يعني اهم شيء ينتبهون على انفسهم بالمظاهرات. واحنا عجزنا من هاي شغله الكهرباء والمواد الغذائيه، هذا شيء اصبح يعني
كأنما يعني الحكومة والمسؤولين يعني خلينا نقطن بينهم ما دا يسمعون من الشعب العراقي بس دا يبقون كأنما هم مو عراقيين. يعني باشر عقب باشر يعني هذا مخطط من يتحمل بهذا البرنامج مالته يمكن يطلع غير دولة ويعوفنا احنا بالعراق لا كهرباء لا مواد غذائية. هسه هاي القطع مال مواد غذائية يقولون بالناس هذا رايح لاثنين هذا رايح لاربعة هذا رايح لخمس نفرات يعني شو من مواد الغذائية من البطاقة يعني احنا شو مخطين من عندنا انا تعرفنا اكس باير ما ينكالهم طحينات ما يفيد انت تعبان ماي ماكو ها احنا عندنا ازمه مياه حلق والمزارعين الفلاحين ها لا يعتمدون على الحصان ولا يزرعون يروحون يجيب لك يجيب المستورد من برا ويجي يدخله فوق تصير الحاجه مالت الفلاح العراقي يروح يجيب المستورد ويخليه من يصير المادة ومن تخلص الزرع العراقي المستورد يصعد الى اسعار عاليه. اليوم انا كنت بسوق طماطه ماكو الطماطه 700 تعبانه زين وهي عراقية لو اكو طماطم يعني لو الحكومة تدعم الفلاح وتقول يابا يا اخي احنا انتو انتم تقولون احنا مخصص احنا يعني ابو غريب يسمونها سنة بغريب انتو ردتوا تموتوا في الشعب وراح ندعمكم وراح نحميكم من المستورد. ما اريد اقول لك يريد اساس طماطم تصير ب 1000 وب 1000 ونص لا اريد ابيعها ب 500 400 دينار بالحكومة اكثر حتى انا استفاد. وإذا عندي أربعة خمسة عشر نفرات بالبيت أنا هسه مشغلهم وياي هذا باعتبار ما يروح يدخل الوظيفة وعاطل عن العمل زين تروح للشارع تمشي شو مالت المستورد مكومة ظالة بالشارع نفايات يعني كلها يا أنت بالشارع إذا جزء أنا أحكي لك جزء بس أنت المستورد النفايات مالت المستورد تارس الشوارع زين يعني لو متوفر شيء سلخ وحشه يعني يقول لك الجهاز والله الحالي محكوم بالفلاحه ولا احد متبع عليهم ولا ابد. روح هسه انا عندي ولد اثنين يروحون يشتغلون عماله احسن من شغلت الفلاح زين نعم انا قصوني من البطاقه التمويليه قصوني نفرين يا يقول ما ندري روحوا راجعوا لي زين انا فيلم مو عراقي مو عراقاني اردفتها مو عراقي اذا وزير التجاره يسمعاني على اسم موجود رغم الموجود اذا 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 هو حليم بس والله يا مان الشعب كله برقبته نقف احنا وياهم يوم واحد احسن بس وقت الانتخابات قادمون زين ابشروا كاتبين انه قطع الشبهه ابشروا بالعزه والشعب يا ابو العطار انتم يوم 12 سنه ما أدري 16 سنة وين كنتوا نايمين ابشروا بالعز والكرامة وين طلال الجوبة مع اليوم بخان باري ابشروا بالعز والكرامة لعد وين كنت شنو اللي طلعت هنا اللي قلت يابا فلان وزير فلان نائب اختنا سجد زين اسكت عني واسكت عني والله ما يتعاملون بعد بالملايين بهذا الشعب المظلوم والله بالمليارات بس نوقف احنا وياهم يوم واحد احد وين يفرون هناك يجيبون ملياراتهم كلها ما يشيلون من عذاب الله حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم اشكركم واشكر البرنامج ورحم الله شكرا شكرا, الله. شكرا شكرا لك ابو خطاب. ابو تبارك من البصرة حياك الله. ابو تبارك السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك اخي شلون صحتك؟ هلا بيك اخوي. اكون ممنون منك. تفضل اخي. قضيه مهمه طبعا قضيه في الحصه التموينيه صار لي اربع اشهر او خمسه من السنه شهر واحد من وين اودي؟ صار اربع اشهر شنو؟ من السنه حصه واحده من التمن بس. حصه واحده من التمن يعني ما شهر واحد. ايوه ما انا وديها للحصه الوحده. نعم وانا وديها حصه واحده اربع اشهر او خمسه حصه واحده من الثمن وشهرين زياد رحم الوالدك عندي سبع افراد مين عايش؟ نعم وانا اروح وانا طوشي بلد استورد المعجون شرفك صاير هاي
بلد يستورد المعجون صار بيا دولة هاي معجون بالربع صنع في الإمارات اليوم جبته من الدكان. نعم علم النفسية همنا علم نسولف ويعمل نحكي ويعمل نسولف نعم نعم هاي 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 واحدة من المشكلات مال 10% يعني. نعم وصلت. شكرا شكرا لك ابو تبارك. يعني احنا بال 2021 في زمن الديمقراطيه ورا 18 سنه من الديمقراطيه اللي جابت لنا امريكا، الحصه التموينيه صارت 3 مواد تمن وشكر وزيت مثل ما قال ابو محمد، كانت 16 ماده وكانت تنطي الى كل فرد من افراد عائله وزن. يعني العائله عندها 5 نفرات مو مثل اللي يستلم العائله عندها 4 نفرات، كل نفر الى وزن حسب البطاقة التموينية، كم نفر العائلة لهم وزن معين حتى يسلموا حصتهم. كانت تمن وشكر وزيت وعدس وحمص فاصوليا تايت ملح معجون معجون أسنان شفرات حلاقة زاهي صابون شاي شخاط تايت. الحصة التموينية وجدت أو نظام الحصة التموينية وجد حتى أنه أنت تطل العائلة ما يكفيها خلال شهرها إذا هي ما عندها تشتري. مثل ما قال أبو تبارك يقول أنا صار لي 4 أشهر بستلم حصة تمن واحدة وين أوديها وأنا عندي 7 نفرات. بدل ما تحير لي تروح تقتل لي بالناشطين حلي لي هاي المشكلة، رجعي لي نازحين جرف الصخر إلى أماكنها، مو بس نازحين جرف الصخر كل النازحين من الأنبار من الموصل من ديالة من بابل من بغداد من أي مكان، حير لي أنه أنت شلون ترجع هذا النازح من مخيم النزوح إلى مكانه معزز مكرم، بحيث أنه أنت ما عندك مخصصات للنازحين ومخصصات النازحين ادعم بها البطاقة التموينية وتكون بطاقة تموينية محترمة وما بها فساد. معرف. نرجع لسؤالنا الأول اللي هو شنو اللي شكل الناشط من خطر على الكتل السياسية والأحزاب بحيث يجب أن يقتل؟ كربلاء بعد ما صار في الناشط إبراهيم الوزني الله يرحمه واغتياله قاموا بتمزيق جداريات ولافتات المرشحين عن انتخابات مبكرة تعبيرا عن رفضهم لهذه الانتخابات. طبعا هم في كل انتخابات حايرين، اشتغلوا الحدادين، اشتغلوا المطابع، طبعوا بوسترات انتخبوا مرشحكم فلان الفلاني وشعارات رنانة من اجل وطن ما اعرف شنو، من اجل بلد ما ادري شنو، كلها من اجل العراق ومن اجل وطن، لاجلكم انتم انتخبوا فلان الفلاني. بدل ما تصرفون هاي الفلوس على الدعايات الانتخابية وعلى البوسترات اللي دا تعلقوها وصوركم اللي الشعب العراقي دا يشققها، جمعوا فلوس هاي البوسترات وروحوا انطوها للشعب. ابو ذياب من الفلوجة، حياك الله يا ابو ذياب. السلام عليكم استاذ فل. عليك السلام والرحمة والإكرام. استاذي اليوم موضوع عن المظاهرات صح؟ عن المظاهرات عن الناشطين. نعم استاذ، اولا تحيه لثوار تشرين الابطال. نعم. والرحمه للخلود لكل الشهداء والناشطين. استاذ العزيز، الثوره يحتاج لها ابطال، ولازم يعني هاي معروفه في العراق، كل ثوره احنا جايين نضحي بشباب، شباب عمر الورده، والجاي يقتلهم هو ابن بلده، يعني الشغب هو عراقي جاي يقتل ابن بلده، عمود منه عمود تبقى هاي الحكومة الفاسدة حكومة الاحتلال الأمريكي اللي جاب عساس الديمقراطية جابت إياها أمريكا. نعم. كل يوم جاي ينقتل شاب بعمر الوردة، كل يوم جاي ينخطف ناشط، كل يوم جاي ينقتل ناشط، كل يوم جاي تنخطف ناشطة. فيا أستاذي ثورة تشرين هي الأمل الوحيد لإسقاط هاي الحكومة الفاسدة. استاذي طلع مقطع عساس يعني حرقه ومقر العصائب هاي بالنجف. اي نعم بالديوانيه. اي استاذي تحيه لهم وكفوا منهم والله من شفت هذا الشيء برد قلبي.
وان شاء الله باذن الله ترجع ثوره تشرين. واني انا صح ما طلعت بال 2019 لا بال 2020، بس ان شاء الله اطلع بهاي السنه وان شاء الله انطر روح للوطن وان شاء الله استشهد، لان الثوره تستاهل هذا الشيء. وتحيه لكم استاذ وربي يحفظكم. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو دياب. على ذكر حرق مقر العصابة بالديوانيه، اما بالنجف احرقوا مقر حزب الدعوه اللي يتزعم نوري المالكي وسط مدينه النجف بظل احتجاج الشعبي على اغتيال الناشط ابراهيم الوزني. مصادر صحفيه بالنجف تقول ان اكو تظاهرات غاضبه خرجت رفضا لاستمرار مسلسل اغتيال الناشطين بالبلد، واقدم المتظاهرين على حرق مقر حزب الدعوه بمنطقه ساحه الصدرين وسط مدينه النجف، محملين الاحزاب السياسيه والميليشيات الموالية لها مسؤولية اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء. أيضا شفت الفيديو اللي صار في حرق مقر العصائب. متظاهرين بالقادسية حملوا وكلاء إيران المسؤولية عن اغتيال الناشط في كربلاء إيهاب الوزني، وقاموا بترتيد هتافات ضد إيران وميليشياتها مطالبين بإنهاء الهيمنة الإيرانية على العراق. متظاهري محافظة المثنى قطعوا الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على اغتيال الناشط إيهاب الوزني من قبل الميليشيات الموالية لإيران في كربلاء. وأظهرت لقطات مصورة قيام متظاهرين في قضاء الرميثة بالمثنى بقطع الطرق المؤدية لمحافظات أخرى، معلنين تضامنهم مع المتظاهرين في البلاد لإيقاف مسلسل اغتيال الناشطين. محافظة بابل هي الأخرى شهدت حرق مقر حزب الدعوة في مدينة الحلة، مرددين تظاهرات تؤكد على تمسكهم بثورة تشرين ومطالبها، على رأسها إنهاء الهيمنة الإيرانية على العراق وإسقاط وكلائها. أيضا مشاهدين الكرام، محافظة واسط خرجت تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة الكوت مطالبة بإسقاط النظام، وردد المتظاهرين هتافات تطالب الأحزاب الفاسدة الموالية لإيران وميليشياتها بالخروج، محملينها مسؤولية الواقع المزري في العراق. حميد من الموصل، حياك الله يا حميد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذ احنا عشان نتحب نفسنا الشعب بنفسه. نعم. نفس الشعب هو يريد اسقاط الحكم، شنو من انتخابات، اي بطيخ، اي دبشين، شنو الشعب قرر سقوط الحكومه هذه السنه. هذا الجعدس المنصور والجعد والله هذا من الديمقراطي، والله من ذاك الحاج يقول امريكا هي من دمرت على كل الميليشيات. لا خلوا السياره ما باظوها، لا خلوا القنينه ما باظوها، حتى هدوم السنة طبت بغداد والبصرة قالوا يروحون بيها، لا خلوا بانكا، لا خلوا واشد، لا خلوا الحد، هذول شنو بذولا؟ والله والله ترى داخل بيها والله مصر بس والله على حظنا شو نسوي؟ احنا نريد نطلب مظاهرات المرسل والرمادي والدارة، نعاون اخواننا الجنوب، مو بس يا راسهم والله لا تاريخ حرمة حالنا حالهم. هذول جايين بيقولون شنو هاي سي بغلان، هاي سي بطيخ، هاي سي دبشي. هي اولا ثاني الشعب قال الحكومة فيها ما تضر. خلع شنو لا تخيل جنودهم ذولا دي ولا؟ اللي تفتح واحد يقول انا امريكا وامريكا، من دمر العراق؟ من دمر سوريا؟ من دمر لبنان؟ من دمر فلسطين؟ من دمر الاردن؟ الا هذول الفرس ذولا العجم، هم العجم. نعم شكرا لك اخ حميد. ام زيد من النجف، حياك الله. الله يسلمك، شارك يعني شلون صحتك؟ حياك الله اختي، تفضلي. الله يعطيك العافيه، رمضان كريم ان شاء الله. علينا وعليك يا رب، الله اكرم. الله يخليك، شلونك يعني؟ نحمد الله على كل شيء، تفضلي امي. شلون صحتك؟ رمضان كريم ان شاء الله، يتقبل الطاعات. علينا وعليك يمه، تفضلي. رحم الله والديك، الله يخليك. أنا اليوم الدين تجرى على الكاظمي أني. نعم. الكاظمي من يوم اللي طب للعراق شو اللي سواه يعني؟ سعي شو من قصر يقول صورة بلا ترتوبة. نعم. يعني ما يصير هذا اليوم، يعني يومية صار حريق بالعراق، يعني إلى متى؟ أنا طلب بالعاف العام. هاي السجائر اللي انشردت هذا كله كذب، مو شردوا هذا، هم كل اللي عندهم هم طلعوا بالسجناء.
يعطوهم رشوة على أساس هذا حتى شوي عندهم أمهم بالرشوات. نعم. يعني إلا متى عرفوا بالرشوات؟ إلا متى يا بعد قلبي يا بعد عيني؟ إلا متى؟ نعم. إلا متى؟ إلا متى يبقى الحمير على السلم؟ يعني إلا متى هذا العفو العام يعطونا إياه؟ إلا متى؟ يعني ما يصير الكهرباء أنا وأنا 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 ماكو. يعني راضي كحلها عناها. نعم نعم. والله أحمد ما صار نقطي يعني مشاجرة عليه وحكموه 6 سنين شو تسوي؟ كافي لا. مسوي جريمة لا. يعني الفقير هو فقير شافه فقير خلوه. نعم نعم. ليش شو السبب؟ وصلت رسالتك. شكرا شكرا جزيلا لك أم زيد. إذا وضع العراق مشاهدينا الكرام، ما حد جاوبني على سؤالي انه ليش قتل الناشطين او شنو اللي اثر به الناشط على الحكومه العراقيه بحيث يجب قتل الناشطين المدنيين بالعراق بالصوره اللي نشوفها واخرها ما صار ويا الناشط المدني ابراهيم الوزني. الجواب هو معروف، لانه هذا قاعد دي يحكي ويا الناس ودي يفكر ويا الناس ودي يقول لهم انه ايران وامريكا هم سبب البلاء وذولا عباره عن بيادق في يد ايران وفي في يد امريكا. فاذا وجود هؤلاء الناشطين خطر عليهم، لانه وجود الناشطين راح يهز الكرسي جوا المسؤولين، لهذا السبب ده يقتل الناشطين. والجواب الأول والأخير راح يكون عندكم يا شعبنا العراقي، لأنه أنتوا الفصل وأنتوا الحكم بهذا البلد. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بنفس الموعد باكر ببرنامج صوتكم. في أمان الله.